هدف جميل، هدف التعادل يوقعه لاعب إسماعيل ليار، لاعب منتقل من فريق هوفنهايم ويلتحق حاليا بأولمبيك العطاوية. والكرة الآن ملعوبة، إبراهيم يسدد ولكن تصدي أروع للدفاع. الخويل الآن، الخويل تمريرة ليار وتدخل الحارس، تسديدة خارج الإطار، تسديدة خارج الإطار من كاشاني. ضغط رهيب على حامل الكرة، الكرة إلى التماس لصالح الفريق الأحمر. كما قلنا من قبل، فالفريق الأحمر يتكون من لاعبين حسب التشكيلة الرسمية التي أتتني قبل قليل: خالد الشرقاوي، أنس تيجاني، ربيع حنيشي، إبراهيم الكبيري، والحارس إلى حدود الآن بوناصر الصويري. أما الفريق الثاني في الجهة اليسرى على الشاشة، فيتكون الفريق الأزرق من الخويل إسماعيل عيار، رشيد كاشاني، ثم إبراهيم عبوشي، وأخيرا محمد أفقير. نعود إلى مجريات اللقاء، والكرة ملعوبة، هجمة مضادة لصالح الفريق الأحمر، تسديدة ولكن ركنية، هجمة مضادة لصالح الفريق الأزرق يقودها إسماعيل عيار. إسماعيل عيار تمكن من المراوغة بين لاعبين يخرج، ولكن كرة إلى التماس، يتحصل على ضربة تماس. صراحة كان عليه التمرير لأحد اللاعبين، لأن هناك في الجهة اليسرى كان هناك لاعبين فارغين شاغرين مكالين خاليين، لو مرر لكانت فرصة أحسن وأوضح. الكرة الآن في التماس لصالح الفريق الأزرق، تنفيذ إسماعيل عيار، عيار ينفذ، يبحث عن مكان مناسب للتنفيذ. رشيد كاشاني، رشيد يعيدها إلى الخلف لتحرير باقي اللاعبين. والحارس كرة طويلة، إبراهيم عبوشي، وتمريرة عرضية ولكن تعود فقط بين أيدي الحارس. الحارس ينفذ تمريرة، ضغط شديد على حامل الكرة. كانت محاولة رائعة ولكن هجمة مضادة لصالح الفريق الأحمر. الشرقاوي، يبحث عن التمرير، مراوغة من جديد الشرقاوي، ولكن صمود كبير للدفاع الفريق الأزرق. الآن الشرقاوي يبحث عن التمرير ويتمكن من إرجاع الكرة إلى الخلف. أنس تيجاني الآن هل سيسدد؟ لا، مقطوعة من الدفاع. كرة لصالح الفريق الأزرق وتمرير وجها لوجه أمام الحارس، وتدخل الحارس بشكل ولا أروع. أنس تيجاني في وسط الملعب يمرر كرة سهلة إلى الشرقاوي، ربيع الحنيشي في التسديد والهدف، هدف رائع للفريق الأحمر.